ايه؟ السؤال بتقول انا سيده عندي 54 سنه، الدوره منقطعه بقالها حوالي 6 سنوات، ولدت 3 مرات ولاده طبيعيه، بعاني دايما من الهبات الساخنه وتقلب المزاج. تيجي نتكلم ونشوف هنعمل ايه. اولا عشان نبقى متفقين على كل حاجه، 53 سنه او 54 سنه ده مش صغير، وفي نفس الوقت انت مش كبيره، ربنا يديك الصحه وطولة العمر، احنا هنعيش 30 و40 سنه كتير قدام، يعني اللي جاي مش حاجه بسيطه، مش يوم ولا اتنين هنمشي حياتنا بيه، فلازم نتفق ان احنا لازم ناخد بالنا من نفسنا، وان انا لازم اعمل دايما فحوصات بصوره دوريه، وان اضطراب الدورة أو انقطاع الدورة لا يساوي إن أنا حياتي خلصت. يعني حضرتك لازم تفهمي إن المفروض أنت اتنقلتي لمرحلة تانية، مرحلة المبيض وقف شغل وبطل يشتغل خلاص، والمفروض إن أنا ببتدي أتابع جسمي وأشوف هو محتاج مني إيه. أنا ما بسيبوش كده بيمشي بالأوتوماتيك، سواء ست أو راجل. جايز الست بتبتدي تحس بالتغييرات دي قوي، لأن الهرمونات بتبتدي تقف في فترة قليلة وبصورة بنسميها حادة، يعني النهاردة البروجسترون ولا الاستروجين كان في السماء، بكرة اتغير خالص والهرمونال بروفايل أو توزيعة الهرمونات في جسمي ابتدت تتغير. جم زمان لما عملوا دراسات، لأن طبعا السيدات في السن ده بتمثل شريحة كبيرة جدا من السيدات، فالدراسات اللي اتعملت كانت تعتبر دراسات وافية، والنتائج اللي وصلوا لها نتائج نقدر نعتمد عليها. قال لك زمان كنا بنرجع للعلاج الهرموني أو الهرمونات التعويضية، لكن سنة 2005 بالتحديد جت الجمعية العلمية أو العالمية لأمراض القلب وقالت لك لا، ستوب يا جماعة، وقف الهرمونات خالص، لأن المشاكل اللي بتبتدي تعملها على القلب والتجلطات اللي بتعملها في الشريان التاجي والمشاكل المختلفة اللي بتحصل في الجسم بتفوق أضعاف مضاعفة الفايدة اللي أنا ممكن أخدها. طب وبعدين انتوا هتسيبوني كده عندي هبات سخنه ومزاجي مش مظبوط، وممكن كمان يبقى عندي مشكله في التحكم في البول؟ لا طبعا يا ست الكل، احنا هنبتدي نتكلم واحده واحده. رقم واحد نقسمها، ايه الهبات السخنه؟ هنعمل مع حضرتك ايه؟ ظهرت بعض المستحضرات الطبيه اتقسمت لكذا نوع. النوع اسمه Selective Estrogen Receptor Modulator او بنسميه السرم. السرم دي بتبتدي تعمل ايه؟ بتشتغل على الهرمونات بتاعه المستقبلات الهرمونات اللي موجودة في الجسم كلها، لكن بعيد عن الثدي وبعيد عن الرحم، أو بنسميها الهرمونال ديبندنت اريا أو الأماكن اللي بتعتمد على الهرمون. يعني إيه؟ يعني أنا أقدر أخدها وفي نفس الوقت ما تسببليش كانسر. الله ده جميلة قوي. أيوة طبعا هي جميلة جد، دي أقدر أمشي عليها لمدة من 3 ل 6 شهور هتقدر تسيطر لي على الهبات السخنة، وفي نفس الوقت لو أنا بعاني من سلس بولي أو لو أنا بعاني من هشاشة عظام هتفرق معايا تماما. أقل فترة علاج 3 شهور، موجودة في السوق تحت اسم مركب علمي اسمه التيبولون. التيبولون موجود في أسماء كتير تجارية موجودة، ولو حضرتك رجعت الدكتور النساء بتاعي أكيد هيقدر يكتب لك حد فيهم كويس. ظهرت برضو مركب تاني اسمه الفايتو استروجين. الفايتو استروجين ده عبارة عن مادة نباتية أو طبيعية. ليه؟ لأن لقوا اليابانيين ودول شرق آسيا الناس اللي متعودة تاكل حبوب كاملة ورز ما بتعانيش من الهبات السخنة، فابتدوا يكتشفوا إن المادة الموجودة في الحبوب دي تقدر تسيطر على الهبات السخنة، وابتدينا إحنا كأطباء نساء ولادة نجري جري عليها ونبتدي نستخدمها. هل دوت هيكون كفاية؟ هيكون كفاية، بس بشرط حضرتك لو محتاجة حاجة تقلل نسبة الدوبامين أو تقلل نسبة التوتر اللي بيحصل في المخ ممكن نرجع للدكتور، ممكن يكتب لك على زي باروكسيتين أو فلوكسيتين، نوع من أنواع المهدئ البسيط اللي ممكن حضرتك تاخديه بالليل، لأن دايما الستات في مرحلة انقطاع الدورة بتعاني من التوتر وشدة الأعصاب وتقوم بالليل مفزوع، وفي سيدات بتوصل للموضوع إنها في نص الليل أو الساعة 4 الفجر ممكن يجروا بيها على المستشفى جات لها فيما يشبه الأزمة القلبية، وتيجي تقيس الضغط بتاعها تلاقيه وصل لشوتينج او ارقام عاليه جدا ممكن تقرب من الحاجات اللي ممكن تاثر على الاوعيه والشعيرات الدمويه الموجوده في المخ. طيب هل ده كفايه؟ لا، احنا ابتدينا احنا كاطباء نساء وولاده نلجا لبعض التقنيات اللي بتستخدم في التجميل في الجسم كله، زي ايه؟ زي الهايفو والليزر اللي احنا بنستخدمه عشان نشد بشرتنا او نشد منطقه البطن والارداف.
قال لك الاجهزه الهايف والليزر دي لو استخدمناها في منطقه المثانه نقدر نرجع المثانه ونرجع الحيويه بتاعتها زي ما كان. لا بالعكس كمان، ده احنا خدنا من بتوع الجلديه البلازما وبدانا نحقنها في العضلات الموجوده في عنق المثانه ونحسن الاستجابه بتاعتها ونحسن التحكم بتاعك في البول وما يبقاش عندك مشكله. احنا مشكلتنا بتبقى في ايه؟ لو المشكله كانت موجوده بقالها فتره طويله او بنسميها لفظ علمي لونج ستاندنج او واقفه من زمان ومحدش بيعبرها ومحدش بيقولها ان انت موجوده، لا لازم اول ما تحسي باي تغييرات لازم تبتدي ترجعي لدكتور النساء. ونصيحتي دايما لكل السيدات في مرحله او في فتره ما حول انقطاع الدوره ان انت تبتدي تتابعي، تبتدي تدوري، تبتدي تاخدي الاجراءات الوقائيه، وزي ما دايما بنقول الوقايه خير من العلاج. ابتدي اتعلمي تعملي فحص العنق الرحم وان انت تاخدي مسحه، زمان كنا بنعملها كل سنتين لكن احنا دلوقتي بقينا بنعمل حاجه اسمها الكوتس او الاختبار الثنائي وبقينا بنعمله كل 5 سنين، يعني 5 سنين ممكن تقدر تحميكي العمر كله. وبنيجي عند سن ال 65 سنه بعد ما نوصل لمسحتين يجوا ورا بعض نيجاتيف يعني 10 سنين ورا بعض نقول لك خلاص مش عايزين من حضرتك حاجه. سن الياس او انقطاع الدوره هو لو كان قلنا ياس مش بيبقى ياس من الحياه، هي ياس من المحيط زي ما الشرع وزي ما الدين بيقول او ياس من الحمل. حاجه سهله والتعامل معاه بيبقى بسهوله. دش سخن مش هيبقى كويس ليكي، الدش البارد، ممارسه الرياضه، مش هقول لك انزلي الملعب وروحي هاتي الكوتشي بتاعتك، ماشي على الاقل كل يوم ساعه. ابتدي فكري في حاجات جديده تشغلي بيها نفسك، لو شريك الحياه او الزوج موجود بتبتدي العلاقه الزوجيه ممكن تبتدي تتاثر، وجايز دي اكتر حاجه كل الستات بتتكسف انها تيجي تسالني عليها، او دايما بتبقى ايه؟ متوقعه ان مجرد ان انا وصلت للسن دوت خلاص الموضوع ده ملوش حل، خلاص العلاقة الزوجية والجفاف والألم أثناء العلاقة الزوجية ده شيء لابد منه. لا ده مش شيء لابد منه ولا حاجة، لأن احنا يا ست الكل أو الخبر الحلو إن احنا دلوقتي نقدر نتعامل من دوت عن طريق الكريمات التعويضية اللي احنا بنقدر ندهنها في منطقة المهبل، وفي نفس الوقت نقدر نحقن بلازما نرجع الحيوية للمنطقة دي. لا اسمعي اللي جاي بقى كمان، احنا في حاجة اسمها الأوشط أو الحقن للذاتي، يعني أنا باخد البلازما من الجسم أتعامل معاها وأخليها مليانة بروتين ومليانة غذاء، وفي مناطق معينة بنقدر نحقنها ونرجع الإحساس مرة تانية. استمتاعك بحياتك ما تخليهوش يبقى له سن يوقفك عنه. لو حسيتي بآلام أو تكسير في الجسم أو ألم في العظم المفروض حضرتك تبقي عارفة إن في شيء مهم جدا اسمه هشاشة العظام. هشاشة العظام بتبتدي من أول ما الدورة تبتدي تتأخر أو بنسميه حول انقطاع الدورة، ويقول لك كثافة العظم تبتدي تقل في أول 3 سنين بنسبة 10%، خش بعد كده 1% أو 5% كل سنة. ده نقدر نعوضه إزاي؟ نقدر نعوضه عن طريق إن أنا آخد كالسيوم، أعمل تحليل لفيتامين د، لو أنا محتاجة أزود الأسمنت اللي موجود جوه عظمي اقدر ارجع لدكتور النساء اللي هيقول لي انا محتاجه ايه. ونظمي اكلك وتعرضي للشمس وابتدي اتمشي كل يوم.